مشاهدينا ورجعنا لحضراتكم مرة أخرى، والحقيقة أيضا معانا خبر حابين نعرف عنه تفاصيل أكتر. تواجه خطوط تجميع السيارات عالميا أزمة، الإمداد العالمية لإشباه المواصلات حيث تتحكم الرقائق الإلكترونية في جميع تكنولوجيا المعلومات داخل السيارة. يعني حابين نعرف تفاصيل أكتر عن هذا الخبر، معانا على الهاتف المهندس جمال عسكر خبير قطاع السيارات ورئيس لجنة الصناعة بنقابة المهندسين. صباح الخير يا باشمهندس. صباح الخير يا فندم على حضرتك وعلى كل السادة المشاهدين. أهلا بحضرتك، منورنا ومشرفنا في صباح مية. ربنا يخليك يا حضرتك. الحقيقة طبعا يعني زي ما يعني حضرتك سمعت معانا الخبر، بس احنا بس عايزين نوضحه لمشاهدينا اكتر ونفهمه لهم، يعني فحابين نعرف فكرة عن اشباه المواصلات والرقائق الالكترونية واهميتها في تكوين السيارات الحديثة. يعني تستخدم اشباه المواصلات الان في صناعة السيارات، في صناعة منظومات الصواريخ العالمية، في منظومات فيديو الاطفال، في منظومات الموبايل فون، ولكنها مؤثرة بشكل كبير جدا على صناعة السيارات الآن وما تقوم به من خفض في معدلات الإنتاج. فشهدت أسواق السيارات عالميا انخفاضا في معدلات الإنتاج نتيجة لوجود كوفيد-19 والذي أثر على بعض الشركات إقفال بعض المصانع في المناطق الغير يعني في الأسواق اللي هي الأسواق الضعيفة، فقامت هذه الشركات العالمية بإقفال أو بإغلاق المصانع هناك. وتأتي هذه المشكلة الثانية باحتكار شركة STMC التايوانية والصين لهذه الصناعة بشكل كبير جدا، فتمتلك هذه الشركة ما يقرب من 65% من حصة السوق من صناعة الرقائق الإلكترونية في عالم السيارات، وتمتلك 95% من احتكار من هذه الصناعة في صناعة الصواريخ وصناعة الموبايل فون. وهنا يتساءل المشاهد الكريم عن ماهية الفرق ما بين أشباه المواصلات في عالم السيارات وأشباه المواصلات في منظومات الصواريخ والموبايل فون. نجد أن الموبايل فون ومنظومات الصواريخ العالمية تتأثر بشكل كبير جدا نتيجة لارتفاع أثمان هذه المواصلات في هذه الصناعات، ولذا يتأثر العالم أجمع بوجود بوجود هذا الاحتكار في هذه الصناعة. وهنا نتحدث عن قيمته تقريبا في حدود 600 مليار دولار حجم هذه التجارة على مستوى العالم، والتي تسيطر عليها تايوان والتي تسيطر عليها جزء بسيط منها شركات صناعة الرقائق الإلكترونية الأمريكية. وهنا تأتي شركة أنتل الأمريكية بتقريبا بتسخير ما يقرب من 100 مليار دولار لإنشاء العديد من المصانع، ولكن إنشاء العديد من المصانع يحتاج إلى فترة زمنية طويلة، مما سيؤثر حتما على سوق صناعة السيارات محليا وعالميا في هذه الآونة. يعني طيب يعني زي ما حضرتك يعني اوضحت لنا هذه المعلومات، طيب هل من المتوقع انتهاء ازمه نقص الرقائق الالكترونيه يعني المؤثره على هذه الصناعه وصناعه السيارات؟ هل تؤثر ايه فانا ما سمعتش؟ يعني هل من المتوقع انتهاء هذه الازمه يعني من اللي هي نقص الرقائق الالكترونيه يعني المؤثره على صناعه السيارات؟ هنا يظهر علينا الان اخرق يقوم بغزو الدوله يعني بدولة مجاورة، وده بيؤثر أيضا على هذه الصناعة فيما يخص عمليات التجارة العالمية ووصول البضائع إلى الشركات المصنعة. ولكن أتوقع أنه في خلال نهاية عام 2022 سوف نصل إلى سوق شبه متزن من خلال افتتاح الشركات بعض المصانع. وهنا يجب الإشارة إلى اتفاقية تتم بين الولايات المتحدة وشركة STMC التايوانية على الموافقة النهائية على افتتاح مصنع لصناعة هذه الرقائق في الولايات المتحدة في ولاية أريزونا بتكلفة تقترب من 16 مليار دولار. سوف تقوم الشركة التايوانية بإنشاء هذا المصنع في الولايات المتحدة على أن تكون هناك بعض الشروط، ألا وهي أن هناك بعض المناطق في هذا المصنع لا تمتد إليه قدم أمريكي واحد، وذلك للخوف من نقلها وسرقة هذه التكنولوجيا من الشركة التايوانية إلى الولايات المتحدة، لأن ده هنشوفه كتير حصل مثلا في الشيء يذكر يعني. فهناك في دولة الصين على سبيل المثال قاموا بدعوة ألان ماسك الرئيس التنفيذي لشركة تسلا لإنشاء شركة لفرع لشركة تسلا في الصين، وقام
ايلون ماسك بوضع بعض الشروط الا وهي ان الارض كلها تبقى ببلاش، مفيش جمارك، مفيش ضرايب، مفيش مفيش مفيش، اعطوه كل هذه التسهيلات على ان ينشئ هذا المصنع. وعند انشاؤه لهذا المصنع تقريبا اخذوا في حدود 24 شهر، قاموا بسرقة التكنولوجيا الخاصة بصناعة السيارات الكهربية، وتظهر علينا الآن في الأسواق سيارات تحمل أسماء براندات صينية تشبه، لا بل لا تشبه بل تتميز عن السيارات التسلا الأمريكية في سرقة واضحة جدا لكل هذه التكنولوجيا، ودي بتعتبر مشكلة كبيرة جدا بالنسبة للدول الصناعية. وهنا وضعت هذه الشركة التايوانية بعض الشروط لعدم دخول هذه المناطق المعينة، ألا وهي مناطق على سبيل المثال الريسيرش اند ديفلوبمنت، مناطق أو أقسام البحث والتطوير، كي لا تقوم هذه المجموعة من هؤلاء المهندسين الذين يعملون في مجال التقنية بسرقة هذه التكنولوجيا. هنا نتحدث عن عالم يبحث عن السيارات الكهربية، السيارات السمارت كار، السيارات الذكية التي تحاكي السمارت سيتي، المدن الذكية. وهنا يتساءل الجميع عن لماذا تتحول معظم كبريات شركات تعمل في مجال التقنية إلى العمل في مجال هندسة السيارات وصناعة السيارات. وهنا على سبيل المثال نذكر شركة سوني اليابانية التي تقوم بإنتاج أحدث سيارة كهربية على مستوى العالم، مع أنهم هم أساسا كانوا يعملون في الثلاجات والمراوح والبوتاجازات وخلافه. نتحدث عن شركة أبل وشركة هواوي وشركة إل جي، كل هذه الشركات تتحدث عن البدء في صناعة السيارات الذكية والسيارات الكهربية. وهنا يتساءل المواطن أو يتساءل قائد السيارات ومالك السيارات، هل يمكننا أن نتغاضى عن سيارات لها اسم وباع طويل في كل الأسواق العالمية منذ مئات السنين، ونقوم بقيادة السيارة لشركة تعمل في الموبايل فون؟ هنا نقول أن هذه الشركات سخرت مليارات الدولارات وقامت باختطاف بعض المؤثرين في هذه الصناعة من شركات كبيرة جدا، وقامت بالدفع بمجموعة من مهندسي التقنية عالي المستوى لعمل شيء يعني خارق، اكسترا أردنري، شيء فوق العادة، تجعل من العميل أنه يقوم باقتناء هذه السيارات دون الحاجة إلى رجوع إلى خبرات سابقة. هنا هنتكلم عن إيه عشان يعملوا هذا الكلام؟ بدأوا يعملوا سعر السيارة سعر منافس بشكل جميل جدا وبشكل غريب جدا. على سبيل المثال بعض السيارات الأمريكية يصل ثمنها في السوق المصري إلى 2.5 مليون، أعتقد إن مثيلتها بل تتفوق عنها. السيارات الصينية بنتكلم على 1.3 مليون، 1.5 مليون. يبقى هنا بنتكلم على السعر. رقم اثنين، نتحدث عن فترة ضمان تتراوح ما بين سنة إلى 3 سنوات. نجد الشركات الصينية بدأت تنزل سيارات من هذا على هذا النحو بضمان يتراوح من 5 إلى 10 سنوات، وده يعتبر كم كبير جدا من فترات الضمان التي تعطى لمالك السيارات على مستوى العالم. ده هيعمل تحول كبير جدا في هذه الصناعة في الأوقات القادمة إن شاء الله، يعني عندما تتوافر الرقائق. ليه؟ لأن الرقائق مؤثرة جدا في السيارات الكهربية والسيارات الذاتية القيادة. يعني الولايات المتحدة تتميز بأنها جيدة جدا في عالم تصميم أشباه الموصلات، ولكن الفابريكيشن أو المانيفاكتشرينج التصنيع تهتم به الشركات التايوانية بشكل كبير جدا، وتسخر له العديد من مهندسي التقنية والفنيين. وهنا نوجه رسالة إلى رئيس الجمهورية، لماذا لا تقوم بدعوة دولة كتايوان لعمل مثل هذه الصناعة في مصر بأيدي مصرية مع بعض الخبراء التايوان؟ هذه الصناعة سوف تكون مؤثرة بشكل جميل يعني كبير جدا في عالم السيارات، في عالم صناعة الموبايل، في أغلب الفيديو جيمز للأطفال، في الأجهزة المنزلية الحديثة التي تستخدم بعض هذه أشباه الموصلات في الأجهزة الكهربية. يعني هو حضرتك طبعا اوضحت لنا تفاصيل كبيره ومهمه جدا علشان مشاهدينا يبقوا على درايه بيها اكتر، ويعني ان شاء الله كده نرى يعني سوق السيارات يرجع لسابق عهده وافضل يا رب ان شاء الله. انا بشكرك جدا المهندس جمال عسكر خبير قطاع السيارات ورئيس لجنه الصناعه برقابه المهندسين، بشكرك شكرا جزيلا. مشاهدينا يعني قبل ما نطلع فاصل احب برضو اكد على حضراتكم بالتردد الجديد لقناه مي سات، يعني هو طبعا على النايل سات، التردد 11257 زي ما هو واضح
قدام حضراتكم على الشاشة. 11257 معدل الترميز 27500 استقطاب أفقي معامل تصحيح الخطأ 3/4. يعني ده علشان يعني أي وقت القناة يعني يحصل فيها أي مشكلة نرجع لهذا التردد اللي حضراتكم شفتوه على الشاشة، وإحنا طبعا على مدار الحلقة برضو هنقوله لحضراتكم أكتر من مرة.